السلام عليكم معكم الاخت كريمه الى هذه اول مره تزوروا القناه ادعوكم للاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد يوميا ان شاء الله اذا اليوم راح نعمل معكم طريقتي انا في تحضير المعارك او كما يسموهم مسمّن بالنسبه لهذا المعارك راح نعطيكم الاسرار تاع النجاح وكذلك السر في انتفاخه لانه المسمن نكونو نطيبوه نحطوه فوق الطاجين إلى ما شفتوش باللي دار كيما نقولو النبابل ولا يدير يتنفخ حرفو باللي المسمن تاعكم ابدا طريقته ما هيش صحيحه ولا ما تقولوش عليه باللي معارك لانه انا كي بديت نتعلم تعلموني بهذه الطريقه قالوا لي باللي المسمن الا كان ما يتنفخش في طيابه ماشي مسمن المهم هنا عندي ثلاث كيلات تاع السميد سميد الرطب انا درت سميد الرطب كيما راكم تلاحظوا سيم عندي كيله تاع الفرينه رشه تاع الملح ورشه تاع السكر بالنسبه للسكر راح يعطي له هذوك اللون الذهبي طيب معاك. كي يكون يطيب مع كي السكر راح يعطي له لون رائع اذا اولا كما راكم تلاحظوا نخلط هنايا كامل المكونات الجافه بالنسبه للناس اللي ما تقدرش تعرك يعني ما تقدرش تعجن ننصحكم الملح ما ديروهش في البدايه ديروه مع الاخر كامل كي تبداو تشربوا لانه تجيكم العجينه صعيبه شويه في العجين اذا هنا كما راكم تلاحظوا بعد ما نخلط كامل المكونات الجافه مع بعض نبدا أه نضيف في الماء ب بالتدريج ماشي دفعه واحده نديروا حفره في الوسط ونبداو نفرغوا الماء بشويه بسم الله ونحطوا شويه تاع الماء ونبدا نلم العجينه حذاري ثم حذاري ما ديروهاش جاريه لانه اذا درتوها جاريه خلاص العجين تاعكم ما عادش يصلح باش ديروه ملعرك هذه النقطه مهمه جدا من بعد نبدا نلم العجينه شغل انا رايحه ندير خبز فطار إحنا يعني راح نعجن عجينه نورمال تبعوا معايا مليح الاسرار تاع المعركه حنعطيهم لكم اليوم بالتفصيل الممل اذا هنا بعد كما رحتو انا لايمت العجينه تاعي باش نربح الوقت حبست الكاميرا الان نبدا نعجن من نقطعش العجينه براحه اليد في زوج نبدا نضم في العجينه نعجنها هكذا بهذه الطريقه بلا ما ديروا كيما جهد عضلي كبير فقط بهذه الطريقه من بعد انا خليته ارتاحت ساعه كامله دلكتو شويه وخليتوا يرتاح ساعه كامله، طلق روحو دوك شويه، وش راح نزيد نعمل؟ راح نزيد نديرلو شويه تاع ونزيدنا ونزيد نعجنه حتى تبداو تشوفو باللي العجينه تاعكم بدا يطلق روحو، وكي تعودو تمسوه تلقاو الملمس تاعو يكون ليس إذن هنا نديرو حفاري هكذا بأصابع اليد كما راكم تلاحظو، ونضيف شويه تاع باش يجيني ساهل باش هذاك الماء يدخل مليح ومن بعد نقعد نغلق هكذا عليه ونبدا نكمل نعجن بدون جهد ندخل فقط هذاك شويه تاع الماء ندخلو في العجينه هكذا باش يجيكمش العجين واعر روحو خلوه ساعه عودوا ولو شربو شويه وخلوه عاودو ولو حتى تحسو بلي العجينه بدات تطلق روحها تعاونكم ما ديروش كلش ضربه واحده ولا تقعدي تعجني وحتى كيما نقولوا طيبي يديك مع درعتك ومن بعد مع الاخر تقولي بلي جاني واعر وعييت وتتفني نيلو وتقولي بزاف و يعني هذه ملاحظه مهمه جدا عجني وخلي عجني وخلي ودائما تغطيه بكيس بلاستيكي اذا النقطه الاخرى كامل شوفوا الكيس بلاستيكي نديرو في الماء الساخن ماشي يكون سخون سخون يكون دافي نشمخو نفضو من هذاك الماء ونغلق به العجينه هكذا بعد ساعة ولا ساعتين تلقاو العجينة طلقت روحها وحدها وتلقاوها كما نقولوا راهي واجدة باش نبدا نعلك غير شوية ونضيف له الماء تدريجيا تبع مليح معايا النقطة هذه الناس اللي تتعب وما تقدرش تعجن وتقعد تطول مع العجين ديروه هاد الطريقة وتقدروا ما ديروه في لاكوكوط ديروه داخل الساشي وديروه داخل لاكوكوط الماء يكون دافي وتخلوه بعد ساعتين تلقاوه تلقى روحو اذا هنا كيما راكو تلاحظوا العجينة تاعينا طلقت روحها وراهي طرية كيما راكو تشوفوا بلا ما نتعب معاها وتولي الاستيكي شوفو إذن هنا واش راح نعمل ندير شوية تاع الزيت في يدي ونبدأ نحكم العجينة هكذا من الطرف نخنقها بين الأصابع ونقطع ونتحصل على هاد الكرات ساعة خنقوها مليح <applause> أنا نقصرو المهم تتحصلوا على هاد الكرات دهنوهم شويه هكذاك من الفوق بالزيت حاولوا حتى تكملوا كامل العجينه تاعكم بيان لازم ديروه في صينيه ولا ديروه في, في الجفنه وترشوها مليح بالزيت دهنوها باش ما يتلصقوش مع بعضاهم وما يتلقوش روح تاعهم نكمل كامل العمليه هذه نكور كامل العجينه تاعي ونرجع فيما بعد ابقوا معنا إذن هنا كما راكم تلاحظوا بعد ما قطعت كامل العجينه الى كرات صغيره كل آآ وحده تكون شويه كبيره على الحبه بيض ولا قد حبه مندارين تكون لاباس بها كما نقولوا تكون كبيره شويه من بعد راح نغطيه بكيس بلاستيكي ونخليها ترتاح مده تقريبا نصف ساعه وهنا بسم الله نروحو نبداو ونخدمه اولا تكون عندكم الميدا تكون تزلق ندهنوها مليح بالزيت احنا نخدمو بزيت الزيتون المعارك على كل حال ما يكون عنده حتى بنة الا ما استخدمتوش زيت الزيتون ان زيت الزيتون حيعطي لهم ذوق ولا اروع نبدا نفتح العجينه بهذه الطريقه ساير داير نفتح براحه اليد ما تخلوش جهة خشينة وجهة رقيقة تفتحوها كامل كيف كيف بهذه الطريقة حتى تبداو تشوفو راهي بدات تولي رقيقة بزاف والميدة تاعكم تبدا تبان نفتحو هكدايا حتى النصف اه... تاع الميدة بعد واش نعمل نرشها بشوية تاع الزيت ونكمل اه... نجبد العجينة بالأصابع كما راكو تلاحظوا نجبدها مليح ساير داير حتى تكملوا تجبدوا كامل العجين لازم كامل يجي رقيق مهمة جدا هذا النقطة باش يجيكم ناجح باش يجيكم الداخل مورق ويجي خفيف ماشي معجن هذه الطريقة الصحيحة باش نديرو المعارك نجبدها هكذا كما راكم تشوفوا كي تبداو تشوفوا هاد النبابل هادو الفقاعات كي تجبدوا العجينه تشوفوها هادوك الفقاعات تشكلوا عرفوا بلي العجينه تاعكم راهي كيما نقولوا صحيحه من بعد واش نعمل نجيب الزيت ونرش من الفوق رشه خفيفه نمشيها مليح ونبدا نطوي اولا نطوي من الجهه الفوقانيه ماشي من جهتكم وراكو قاعدين من الجهه الفوقانيه المعاكسه من بعد نضيف نغلق هذيك الجهه الجايه لجهتك كي تغلقيها لها شويه تاع الزيت وملاحظه لازم نديروها دي قدام نغلق ما نديرش فوقها بزاف باش ما يجينيش معجن لداخل من بعد نغلق من جهه اليمنى نزيد نغلق الجهه اليسرى وكي نغلق العجينة نبقى نبسطها هكذا في الطرف قبل ما نغلق من الجهة اليسرى والجهة اليسرى هذيك لأن نجبدو شوية للور ومن بعد نغلقو علاش والجهة الأخرى ما نجبدوش باش كي نرفد المعارك تاعي كي نجبد ما يجيش جهة رقيقة وجهة خشينة ونبسطها هكذا كامل نستفها باليد بالنسبه للناس اللي ما تجيبهاش هكذا سوا سوا دير بي ورق الزبده تقطعو على شكل مربع وتبدا تخدم به وما تعرفش ترفد ترفد به اذا هنا كما راكم تلاحظوا راح نخدم بالشاهد واللي قدامه ونرفد بها الطريقه طريقه سهله جدا ولي قلت لكم اللي ما تعرفش تجبد آآ آآ عفوا ما تعرفش ترفد المعارك دير في ورق الزبده وراح يساعدها باش ترفد وكي تحيد قلبي هاد نحي الكراطه هذاك نورمال كي هنا كيما راكم تلاحظوا هنايا شوفوا كيفاش يبدا ينتفخ الا شفتي المعارك تاعك قعد هكذاك مكسل يعني ما تنفخ ما ما طلعت ني فوقعاني زوج في بلي المسمم تاعك ما راهوش ناجح ونقلبوها بهذه الطريقه شوفوا هنا كيفاش يبدا ينتفخ كيما كي تقلبوا هذه هذه الحبه الثانيه شوفوا دوك يقعد ينتفخ ينتفخ حتى يولي كامل ساير داير كامل منفخ من بعد نقلبوها كي تقلبوها راح دائما تبقى هذيك الفقاعه شوفوا يجي فرغه من الداخل شوفوا هنا فقط كي تقلبوها ثاني يقعد ينتفخ ممكن تضغطوا عليه من الفوق شوفوا ما يهبطش و... ويقعد خفيف لداخل ويجي الطري يجي الله الله كما نقولوا حنايا كل ورقه ده... تكون كما نقول كل ورقة كل ورقة تكون مرقه على خطها يجي مرق الله الله من الداخل وديروا تعودوا شويه تاع الزيت وترشوه من الفوق ولا ديروا الزيت شويه هكذا في يديكم وتمسوه من الفوق غير بشويه اذا هذا هو المسمن اللي تحصلت عليه وكذلك هذو مع الاسرار تاع نجاح تاع المعارك دائما كي تغلقوها حذري ثم حذري ما تغلقوهاش ديروها هذه دي فوق هادي وانما كي تغلقوا عليها هادي قدام هادي باش يجيكم فارغ من الداخل ويجي خفيف نتمنى الوصفه تاع نهار اليوم نالت الاعجاب تاعكم و عجبتكم ما تبخلوش علينا بجام بارطاجيو الفيديو شاركو به الاصدقاء تاعكم هنا نقسم لكم حبه باش تشوفوا النتيجه آه اللي تحصلت عليها لاحظوا كيفاش يجي مورق يجي ما شاء الله مام كي تشدو هادوك الطبقه تاع الداخل شوفو يجو شفافين ويجي طري يجي خفيف يجي ما عندي ما نقول لكم نتمنى تجربوها وتنجحوا فيها راح نتلاقاو في وصفه اخرى دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سلام